مش معقول كده، انت لسه ما لبستش. البس اسرع من كده ازاي بقى؟ اه عريسك اللي جاي بدري عم عادل عليا. معلش يا ماما اصلا مستعجل قوي. اعذروا. ايه ده يا دهوتي؟ شايفه بنات دلوقتي؟ اه شايفاهم. ها مش زيك، دوختنا الحكايه عندكم شهر ونص لحد ما عرفت اشوفك، ومن كسوفك بدات مجاني القهوه على نفوخي. طيب وحياة ابوك بلاش تبدأ بقى، وتفضل قابل الراجل اللي مستنيك. اتفضل بابا. ايه نعم والنبي. نعم خليك حنين معاه. حنينك بس؟ يعني شايفاني خارجه قبله وماسك فيه لساتوه؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ما تدقش معاه في حكايه المهر والشبكه والحاجات الثانويه دي. نعم امال يعني عايزاه يكلمه في ايه؟ في ماتشات الكوره يا ماما. الحياه الزوجيه الحديثه عباره عن تعاون بين شخصين متفاهمين على الخطوط العريضة لتنمية المجتمع عن طريق الإنجاب السليم. يعني الماديات دي كلها ملهاش أي مناسبة في حياتنا. فهمت حاجة يا حفيظة؟ أبدا يا أخويا، ده باين إنها بتتكلم بالفلفاسة. اسمها فسفالة. الأستاذ اللي بره قلقان خالص، راح يقدمي له حاجة ساعة. ده شرب سبع أزاز كزازة لحد دلوقتي. يا لهوي حبيبتي. اهلا وسهلا. تفضل. عمي في الحالات اللي زي دي المفروض اقعد مشبك صوابع ايديا كده وابقى ملخوم مش عارف اتكلم. وكل شويه ابص في الارض وعامل روحي مكسوف. وبعد كده يعني اتنحنح عشان صوتي يطلع. والمفروض ان سيادتك يعني تبقى راسم نفسك وعامل بوزات بقى وحاجات من دي، مش كده يا استاذ منصور؟ في حاجات مهمه لازم. عارف ميعاد الفرح. انا شخصيا يناسبني الخميس اللي بعد اللي جاي، لان بعد كده انا مسافر عشان عندي شغل في الاقطار الشقيقه. اما من ناحيه الفرح انا ما احبش المصاريف الزياده والبهرجه زياده عن اللزوم، كل دي مصاريف والمعازيم تبقى عديه. انا شخصيا من ناحيتي ماكسيمم هيكون من 8 الى 10 معازيم. استاذ منصور اذا سمحت. ارجوك يا عمي، انا مضطر اعتذر عن مساله الغداء النهارده، خليها ليوم تاني. غدا؟ حد جاب سيره غدا؟ يبقى اكيد تقصد عشاء. حكيم انا عارف ان النسايب دايما يعزموا العرسان على غدا وعشاء ويطبخوا حاجات كتير كده ملهاش لازمه ومصاريف زياده وبهرجه عشان يبانوا انهم متنعرين. مفيش الحاجات دي بيننا وبين بعض يعني. ها بلاش العقد دي. عليا بت عليا. نعم يا منصور. مبروك يا بنتي عليا. انا وبابا اتفقنا على كل حاجه. صحيح. حفيظه هاني. ايوه يا ابني حماتي. مبروك عليكوا. انا هشوفكوا قريب. تعالي يا بنتي. ان شاء الله. لحقتوا تتفقوا اوان كده؟ هو انا لحقت اتكلم؟ ازاي؟ انا ما قلتش جمله واحده مفيده. اصل منصوري عنده قدره شديده على الارسال والاستقبال، حضرتك تقول حاجه قبل ما تقولها هو يحس بيها ويجاوب. احساس؟ هو عنده احساس خالص. اذا كان يا مرزوق زي عليا ما بتقول، يبقى الشاب ده اكيد فيه شيء لله. بلاش تخريف يا حفيظه. يا اختي. ده بيت ومستقبل، مش هزار. يا عليا يا بنتي، انا زي كل اب في الدنيا. نفسي ومنايا اشوفك سعيدة متجوزة مع عريس يحبك وتحبيه، لكن ده رجوز. يا بابا أنا متأكدة إن هكون في منتهى السعادة مع منصوري. اشمعنى هي اللي مش هتكون سعيدة يا مرزوق؟ ما اخواتهم ممدوح ومسعود عايشين في منتهى السعادة والهنا، والعيلة كلها من شرقيها لغربيها بيحلفوا بحياتهم. ألو 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 ردي، خلي عندك دم. مين يا منى؟ هيكون مين يعني؟ واحدة مايعة وحلوة. يا سلام، وعرفت مواهبها كده بكل بساطة؟ واحدة بتكلم راجل متجوز في بيته، هتكون ايه غير كده؟ يا لطيف يا رب. وعرفت منين بقى انها بتعكسني؟ يا سلام، عايزة ذكاء دي؟ لا مش عايزة ذكاء، انت صح. اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك؟ ها اه بقى حضرتك اللي طلبتي من دقيقه والخط اتقطع. لا معلش. لا 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 ابدا ما فيش حاجه. نعم موجوده. اتفضلي.
الست والدتك. ايوه يا ماما. ها وبعدين حصل ايه؟ باي باي يا منى، انا نازل. استنى. طب يا ماما انا هطلبك بعدين، مع السلامه. لا ما حصلش حاجه، هطلبك تاني. ايه ده يا استاذ؟ في ايه تاني؟ لزومه ايه المنديل اللي بجيب الجاكيته ده؟ ملوش لزوم. نعينه. تعينه تخليه، ما تفرقش معايا. انما لزومه ايه تزود الشياكه وتلمع نفسك بالشكل ده؟ ألمع ايه والشاكت ايه اللي زياده؟ ما هي بدله عاديه زي بقيه البدل. ورايح فين بالبدله العاديه اللي زي بقيه البدل؟ يا حبيبي. رايح العياده يا حبيبتي. وهي العياده مش مليانه ستات يا حبيبي؟ ما هو عشان ابقى دكتور ناجح لازم تتملي ستات يا حبيبتي. ودمي انا يتحرق يا حبيبي، مش كده؟ وبعدين يا منى في الغيره المره اللي عايشين فيها كل يوم دي. انا مش بغير، انا ست قويه وليا شخصيه. غايته ما هناك اني ما احبش اعرف انك بتكلم اي ست او بتشوف اي ست او بتقابل اي ست. وما تنساش يا استاذ ان احنا حبينا بعض وجوزنا من عياده. ما هو كمان مش معنى كده ان صاحب كل واحده تجي لي عياده. يا منى يا حبيبتي، الانسان ما بيحبش غير مره واحده في حياته، وبالنسبه لي المره دي كانت حضرتك. والله العظيم حضرتك، ولا فيش غير حضرتك. وارجوك تفهمي حضرتك انها تخف عن حضرتي، لان حضرتي هيفرقع بسبب حضرتك. ما تحاولش تخدر اعصابي بكلام لا يودي ولا يجيب. انا عارفه ان الرجال عينهم فارغه وما بيرضوش بست واحده. وما تنساش يا استاذ اللي حصل لسناء بنت خالتي وجوزها. وهو المفروض ان اتحمل لعنه كل راجل يغلط في الدنيا؟ ثم انت ليه بتخلي حالات الجواز الفاشله قدام عينيكي باستمرار لدرجه انك ما بقيتيش تشوفي غيرها؟ ما هو انا لازم اخليها قدام عينيا عشان اعمل حساب اليوم زي ده قبل فوات الاوان. بالطريقه دي عيشتنا هتبقى هباب في هباب، واخرتها كل واحد فينا هيقدم استقالته للمأذون. هاي هاي هاي. 100 مرة قلت مفيش لعبة كرة في الشقة، والله ما نعاتك يا ابن الكلب. ما تعملش عقلك بعقل العيال يا مسعود. ده شاف ثول في وشي يا محاسن. ما يقصدش يا حبيبي. يعني اسيبه يخزع عينيا واقعد في البيت ضرير؟ ولا ادي حماد. انتي البنت اللي بتعيط يا مسعود. اسكتها ازاي يا محاسن؟ شيلها ومشيتها يا مسعود. يا الغلبان. بس 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 لك من الدماغ. بس طب بس 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 البنت سكتت يا محاسن. نيلها في سريرها. سيب القميص يا حماد. انا بصطاد سمك. تصطاد سمك تصطاد كوارع. سيب القميص بتاعك. هو اللي شبك في السناء. ولا بسيب القميص. عجبك كده؟ قطع. هو اللي قديم. واديني مناعتك. العين يا ماما، العين يا ماما. ايه تاني يا مسعود؟ العين ولادك هيجننونا يا ست هاني. معلش هدي نفسك. هدي نفسي؟ اجري شوفي القميص تاني عشان البسه واروح المكتب. منين يا حبيبي؟ القمصان كلهم وسخين. نعم كلهم وسخين؟ إن ما قطعتك يا ابن الكلب. معلش يا حبيبي، الفرد لازم يضحي من أجل الجماعة، وأنت الفرد وإحنا الجماعة. ولسه ياما نشوف، المصيبة إنك أنت معباية تاني. دي اسم ونصيب يا مسعود. وأجيب منين فلوس علشان أربي الاسم والنصيب دول يا محاسن؟ ربنا يرزق يا مسعود. ربنا إدانا عقل يا محاسن. يعني انا مجنونه يا مسعود؟ وبنت مجنونه يا محاسن. نعم. مش بتسمعي كلام امك ونصايحها؟ خلفينه كتير يا محاسن، مفيش حاجه تأين الراجل الا الخلف يا محاسن. اعملي زي يا محاسن. مش هي دي نصايح امك؟ ايه ده؟ عند كده يا ست هانم؟ فداك يا حبيبي. فدايا؟ انت عايزه تطلعي ضرابيني؟ اخص عليك، انت ليك زرابين ومخبيه عليا السنين دي كلها. هي دي الزرابين يا حبيبي؟